أهلا بك ياسين. نعم مساء الخير. إذن مباراة مهمة لمنتخب الجزائري بملعب نيلسون مانديلا، الجولة الثالثة والأخيرة من منتخب الكونغو. التعادل يكفي المنتخب الجزائري للتأهل إلى الدور ربع النهائي، لكن أكيد الفوز بهذه المباراة مهم بالنسبة لأشبال أرسخي أرمان مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 17 عاما. تفضل ياسين، الأجواء هناك. نعم مساء الخير مجددا عمر، مساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. نحن هنا قبل حوالي ساعتين من انطلاق المواجهة المرتقبين بين المنتخب الجزائري ونظيره الكونغولي. إذن مواجهة مهمة ومصيرية لكلا المنتخبين، ولو أن التعادل مثل ما تفضلت قد يكفي المنتخب الجزائري للمرور إلى الدور المقبل، إلا أن المنتخب الجزائري ورفقاء نطوب مطالبون اليوم بالفوز حتى أو تفاديا لأي حسابات أخرى. المنتخب الجزائري كان قد تعرض لهزيمة مفاجئة أمام المنتخب السنغالي بثلاثية كاملة، ثلاثية نظيفة ربما بعثرت حسابات المدرب أرسخي أرمان الذي رد الأمر إلى القامة وإلى الكتلة المورفولوجية والبنية المورفولوجية للاعبي المنتخب السنغال، إلا أنه وعد بالتدارك كما وعد الجزائريين بالتأهل والتأهل أيضا في المنافسة والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. أيضا مباراة مهمة ومهمة جدا، لكن المنتخب الكونغولي هو الآخر يبقى منافس قوي، كيف لا وهو يعني وقف الند للند أمام المنتخب السنغالي والهزم بهدف لصفر في اللقاء الثاني للمنتخب الكونغولي. إذن لتذكير فقط المجموعة، المنتخب السنغالي بالعلامة كاملة 6 نقاط كاملة، وسيجري مباراته بعد قليل أمام المنتخب السنغالي متدين المجموعة، فيما يملك المنتخب الجزائري 3 نقاط من فوزه على الصومال، أما منتخب الكونغو ومنتخب الصومال يملكان نقطة واحدة. زميلهم سؤال أخير ياسين، نتحدث دائما عن الأنصار، هل بدأ توافد الأنصار إلى ملعب نيلسون مانديلا، خاصة أن هذه مباراة مهمة للمنتخب الجزائري لاقتطاع تأشيرة التأهل إلى ربع نهائي منافسة؟ نعم عمر، وعلى غير العادة وعلى غير المباراة الماضية وكذا لقاء الافتتاح، ربما لحد الساعة هو إقبال محتشم من قبل أنصار المنتخب الجزائري، وربما السبب معروف هو الهزيمة القاسية أمام المنتخب السنغالي، إلا أن رفقاء أو أشبال المدرب أرسخي أرمان سيجدون هنا من سيساندهم حسب الأخبار المتواردة هناك، حسب ما بيع من تذاكر حوالي يعني 7000 إلى 8000 مناصر سيكونون في هذا اللقاء الأخير لتشجيع ودعم المنتخب الجزائري ودفعه إلى تحقيق فوز قد يجعلهم يمرون إلى الدور الثاني ومواصلة المشوار، ولمنا التتويج بهذا اللقب الذي يبدو صعبا وصعبا جدا.